في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. فاكرين النجمة العظيمة شويكار في مسرحية سيدة الجميلة لما راحت حفلة الخديوي؟ كان كل ما حد يكلمها ترد عليه تقول له الجو جميل. وفي المشهد ده بالذات كان فؤاد المهندس مهدد بالشنق لو اتفضح، والخديوي عرف انه بيضحك عليه وجايب له واحدة من الشارع على انها بنت التفكشي باشا. اهو صاحبنا ده بقى اللي هكلمكم عنه النهاردة، مهما حصل ولو الدنيا اتقلبت ولو حتى في كارثة هتلاقيه دايما مبتسم متفائل والسعادة بتنط من وشه ومفيش على لسانه غير كلمة واحدة بس: الجو جميل. صباح الجمال يا عمورة. ايه بقى يا عم، عايز بيشوفك يعني من كام يوم كده؟ والله والله يا شيخ ولا ليك على يمين، المكتب كان شكله وحش من غيرك. ايوه كده يا راجل، اظهر وفرفش كده وزعطت زي زمان. ده حتى النهارده الشمس طالعه والسما صافيه والجو جميل. سمعت شمك زكريا احمد وهو بيغني الجو جميل جميل الجو. هو كده على طول، طول عمر زيزو شايف دايما ان الجو جميل مهما كان في زعابيب ومشاكل وأزمات، دايما عنده طريقة عبقرية لفلسفة كل شيء، وعلى طول عنده تفسير بسيط ومريح لكل مشكلة. ما هو لو كل إنسان يواجه أي أزمة يكتئب وينهار يا عمور أخويا، تبقى الحياة كده خلصت وجابت أخرها يا معلم، ونقعد كلنا بقى في بيوتنا ننتظر قدر ربنا. وطالما بقى هي كده كده هتعدي، يبقى ليه نتغم ونشيل الهم ونتنكد على عين اللي خلفونا؟ يا عم ما نحيلها ونتوكل ونفتح قلبنا كده ونسعى، ربنا اكيد هيسعى معانا وهيفرجها علينا من وسع ان شاء الله. يبقى بذمتك بقى شيل الهم، هيعمل ايه؟ قولي هيعمل ايه يا عموره جميله انت؟ ده حتى النهارده والله الجو جميل جميل، الجو الجو جميل. يا عيني على صوتك يا ابو صيام يا حلو. واكيد الناس اللي زي زيزو اللي دايما شايفه ان الحياه حلوه وتستاهل ان الانسان يعيشها بالحب والتفاؤل وبالتعاطف مع الناس والتخفيف عنهم في المحن حتى لو ابتسامة او بكلمة حلوة، اكيد الناس دي يا جماعة هي اللي بتدي معنى وطعم للحياة، وهي اللي بتفتح قدامنا طاقات الامل. مش زي ناس اعوذ بالله من وشها يقطع الخميرة من البيت وتنكد عليه وعلى عمره، وكل يوم على الصبح ترش في الجو بدل الكلور نكد، وتسد على الناس ابواب رحمه ربنا خصوصا وقت الازمات. ودول بقى للاسف بقوا كتير قوي اليومين دول، زي الهم على القلب على السوشيال ميديا. اعوذ بالله من غضب الله يا ساتر. دول بقى بالذات يا عموره بيبقوا عاملين لمؤاخذه زي نقطه الحبر اللي بتعكر جالون الميه الصافيه. تخيل جالون بحاله تعكره نقطه حبر واحده. عارف صبغه النيله بتاعت زمان؟ النيله الزرقاء دي بتاعت زمان، هم دول بقى اللي بيخلوا الدنيا منيله بستين نيله والعياذ بالله. مع ان والله النهارده الجو جميل بذمتك، مش الجو جميل ويستاهل تمشيه كده ساعه مغربيه؟ بس معلش بقى خساره، مفيش تمشيه اليومين دول يا سيدي، بس قريب قريب قوي 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 هنتمشى ونتعشى والاشياء هتبقى معدن ان شاء الله يا عموره، ان شاء الله يا عموره اخويا. ايوه يا زيزو صح يا اخويا، بس برضو خد بالك انت مش كل الناس اليومين دول على طبيعتهم، الضغوط والظروف احيانا بتغير طباع الناس، فمعلش برضو عذرهم. ومش كل الناس زيك كده يا زيزو بتقدر تاخدها ايزي يا عزيزي. ولا وعمورة لازم كلنا نحاول، التبويز والكلضمة مش هيعالجوا المشاكل، والنكديين دول ما بعرفهمش يا سيدي، ما بحبهمش يا عم عمر، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل مني، ومن فضلك ما تجيب لي السيرته وما تعكرش مزاجي النهارده بالذات. انت مش شايف ان الجو جميل؟ ده الجو جميل يا اخي، يا اخي حرام عليك، ده الجو جميل. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها دكتور عمرو الليسي
الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.